بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، نحن الآن في بدايات هذا الشهر المبارك، شهر رجب. بقي بعده شهر واحد هو شهر شعبان، ثم يأتي الشهر الأعظم وهو أفضل أشهر السنة وهو شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر وأن يعيننا على صيامه وقيامه إن شاء الله. الحقيقة شهر رجب يعني يغفل عنه الناس، بل يغفلون عن معظم أشهر السنة إن لم نقل كلها، وبخاصة في هذا العصر. اليوم أخي الحبيب أنا سأقدم لك سبعة أعمال حبذا لو تقوم بها خلال هذا الشهر وقبل انقضائه طبعا، لأن الله عز وجل وضع خصوصية في هذا الشهر. شهر رجب هو من الأشهر الحرم. ما معنى الشهر محرم؟ يعني حرم الله فيه القتال وحرم الاعتداء، والاعتداء ممنوع في كل مكان في كل وقت يعني، وحرم فيه أكل الحقوق. في هذا الشهر يزداد التحريم، وبالتالي لدينا أربعة أشهر حرم. الأشهر الثلاثة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متتالية، وهذه الأشهر فيها موسم الحج طبعا كما تعلمون، يعني موسم الحج يأتي في ذو الحجة، فحرم الله هذا الشهر وقبله شهر وبعده شهر، لأن عبادة الحج عبادة عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إذن عدد الأشهر 12 شهرا. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثلاثة متتالية وشهر رجب الذي نحن فيه الآن. ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إذن أخي الحبيب، هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها تحذيرا إلهيا في هذا الشهر، لأنه من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نستطيع أن نفهم هذه الآية على أنها أمر من الله أن نبتعد عن ظلم أنفسنا. طيب، إنسان ظلم نفسه من قبل كيف يتوب إلى الله؟ إذن شهر رجب هو شهر التوبة أيضا. العمل الأول أخي الحبيب الذي ينبغي أن تهتم به رد الحقوق لأصحابها، لأنك عندما أكلت حق فلان هذا ظلم، وبالتالي الله يأمرك الآن في هذا الشهر، يقول لك إياك أن تظلم نفسك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن أول عمل أبحث، هل أكلت حق فلان؟ هل أسأت لفلان؟ إذن أرد حقه. هذا العمل لماذا مهم أخي الحبيب؟ لأن الله عز وجل يغفر لك كل الأعمال إلا الحقوق، وهذا الشهر هو شهر المغفرة، مناسبة أن تنظف ذنوبك، تمسح ذنوبك كاملة. ولكن إذا كان هناك حق لإنسان، مال أخذت منه مال على سبيل الدين، ثم غفلت عن هذا الموضوع وتناسيته وظننت أن الأمر سهل، لا، الله عز وجل يقول لك لا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أول شيء يجب أن ترد الحقوق لأهلها. إذن هذا الشهر مناسبة لأن ترد هذه الأموال لمن أخذتها منه، لتطهر نفسك من ذنوب الآخرين، من حقوق الآخرين. وهذا العمل ضروري جدا أيها الأحبة، والمفروض نقوم به في أي وقت، ولكن شهر رجب بما أنه من الأشهر الحرم مناسبة أن نسرع لرد الحقوق. طيب، العمل الثاني أيضا مرتبط بالناس،
من أسأت إليه ينبغي أن تطلب منه المسامحة. إذا كان هناك قطيعة بينك وبين إنسان، ابدأه بالسلام، واضغط على نفسك ولو كان هو المسيء، تسامح معه، اعف عنه، لأن الله عفو كريم يحب العفو. فإذا هكذا تكون أنت برأت نفسك من الحقوق المادية والحقوق المعنوية. أسأت لإنسان بنميمة أو بكلمة، أخذ منك موقفا ولم يعد يكلمك، سارع اليوم أنت إليه وكلمه، ولو رسالة على الموبايل، ولو مكالمة، طيب خاطره بكلمة. هذا عمل يحبه الله على فكرة، لأن الله يحب دائما من يبادر بالخير، من يسارع بالخيرات، لأن الأنبياء أخي الحبيب من أسرار استجابة الدعاء، استجاب الله لسيدنا يونس وهو في بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فورا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، سبحان الله على السريع. وقبل ذلك سيدنا أيوب، وأيوب إذ قال إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فورا، فاء هنا للسرعة. طيب، هؤلاء الأنبياء ماذا كانوا يعملون حتى استحقوا هذه الاستجابة السريعة؟ تأتي الآية الأخيرة لتقول لك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن المسارعة في الخيرات من أسباب استجابة الدعاء، أو من أسباب سرعة استجابة الدعاء، سبحان الله. لذلك اليوم أحدنا يدعو يدعو لا يستجاب له، لأنه لم يعود نفسه أن يسارع في الخيرات. هذا الشهر هو مناسبة للمسارعة في الخيرات، صلة الرحم، بر الوالدين، الكلمة الطيبة مع الزوجة مع الأولاد، أصلح ما بينك وبين الناس. طبعا العمل الثالث أخي الحبيب، وهو مهم جدا وأنا دائما أذكر به أحبتي في الله، هو العمل الذي يستدعي الحرب من الله ورسوله على فاعله، الربا. للأسف للأسف الكثير من الناس تهاون في هذا الأمر، لذلك البلاء ينزل والدعاء لا يستجاب. من أهم أسباب عدم استجابة الدعاء أكل الربا، لأنه من أشد أنواع الحرام. فهذا الشهر مناسبة أن تتوقف عن أكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا القضية خطيرة هنا، أنا أريد أن لا أظلم نفسي في هذا الشهر كما أمرني الله، إذن بكل بساطة أمتنع عن أكل الربا فورا، بل وأرد الحقوق لأصحابها. إذا أكلت الربا أرده لصاحبه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن أكل الربا من أكبر أسباب ظلم النفس، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبالتالي هذا الأمر لا تستهين به أخي الكريم، لأنك ستموت، قد تموت غدا، ماذا ستستفيد من هذه الأموال وهذا الربا؟ ولا شيء، ستحاسب عليه، وربما يعني يكون العقوبة كبيرة، تكون العقوبة كبيرة، نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فلذلك لا تستهين بهذا الموضوع، توقف عن أكل الربا، لأنه من ظلم النفس. العمل الرابع الاستغفار،
إذا رددت الحقوق لأصحابها ماديا ومعنويا، توقفت عن أكل الربا وهو المال الحرام، تبدأ الآن بالاستغفار، كثرة الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة ويتوب إليه كل يوم. طيب نحن اليوم في هذا الشهر الكريم ينبغي أن نكثر من الاستغفار لنتخلص من ظلم النفس السابق. لا يوجد واحد منا الآن على وجه الأرض إلا وقد ظلم نفسه مرارا وتكرارا، خصوصا في هذا العصر لم نعد ندري أين الحلال وأين الحرام وأين. فالأمور اختلطت والفتن كثرت ووسائل اللهو كثيرة، الأغاني والمسلسلات والمشاهد الفاضحة والنميمة والفضائح على الإنترنت، ومن يتتبع هذه الأمور أصبحنا ملوثين بهذه المعلومات التافهة وكلها فيها ظلم للنفس. فينبغي أن نتخلص منها. كيف؟ بكثرة الاستغفار. إذا منذ هذه اللحظة لا تؤخر، قل والله أنا اليوم سأستغفر الله 70 مرة كما كان يفعل النبي، والنبي غفر الله ذنوبه، لم يكن عنده ذنب أصلا صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ذلك يستغفر الله ليعلمنا. إذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن اليوم؟ إذا كان النبي يستغفر 70 مرة، أحدنا المكبل بالذنوب كم يجب أن يستغفر؟ إذن على الأقل استغفر الله 70 مرة، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، فيها استغفار وتوبة. هذا العمل أخي الحبيب مهم جدا. العمل الخامس وهو مهم، شهر الصيام بقي عليه شهر رجب وشعبان، ينبغي من الآن أن تهيئ نفسك، لأن شهر رمضان فيه المغفرة والرحمة والعتق من النار، فيستحق هذا الشهر أن نجهز أنفسنا منذ هذه اللحظة لا ننتظر. فإذا عود نفسك على كثرة الصيام. النبي كان يعني لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان كما تعلمون، وكان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ويقول إنه شهر يغفل عنه الناس، شهر شعبان بين رجب ورمضان، مما يدل على أهمية رجب وأهمية رمضان. وبالتالي نحن الآن في شهر رجب، على الأقل صم الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض، وتصوم ما تشاء، لأن الصيام أخي الحبيب من أهم العبادات التي تمحو الذنوب. لماذا؟ لأن الله يكافئ على العبادات، كل عبادة لها ثمن إلا الصوم، قال تعالى فإنه لي وأنا أجزي به. إذن عبادة خاصة بينك وبين الله. والصيام يوم كما أكد الحبيب عليه الصلاة والسلام يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله، بشرط أن يكون لله ليس رياء، باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا، 70 سنة، كل يوم تصومه تبعد مسيرة 70 سنة، تصور. فإذا أكثر من الصوم كتطوع لله عز وجل. وليس من الضروري أخي الحبيب أن يعني أن نضع نظام للصيام، قلنا الاثنين والخميس النبي كان يلتزم بهذا الأمر، لأن الأعمال تصعد إلى الله يومي الاثنين والخميس. ولكن الشهر رجب إذا أكثرت الصيام فيه لا مشكلة، أنت تدرب نفسك على الصيام، والصيام عبادة، والصيام له باب في الجنة لا يدخله إلا الصائمون، والصيام عبادة خاصة يحبها الله عز وجل. فنحن نسعى لكي نطبق ما يحب الله سبحانه وتعالى. الشيء السادس، يجب أن نتذكر أن شهر رجب
حدثت فيه حادثة عظيمة جدا، الإسراء والمعراج. وهذا الأمر أخي الحبيب من أهم ثمراته فرض الصلاة. فإذا كنت تارك للصلاة، شهر رجب مناسبة أن تعود إلى الله وتلتزم بالصلاة الآن لتهيئ نفسك لشهر رمضان، تكون قد التزمت 100% إن شاء الله. لا تنتظر حتى يأتي رمضان وتقول أنا سألتزم في رمضان، لا، التزم منذ هذه اللحظة. فقد يغويك الشيطان الآن فلا تلتزم بالصلاة، إنما مع كثرة الاستغفار وأعمال الخير ومحاولات الالتزام بالصلاة إن شاء الله لا يمضي شهر أو شهرين، يأتي شهر رمضان فتكون قد التزمت تماما. ومن يلتزم بالصلاة أخي الحبيب لا يتركها أبدا، لا يستطيع، لأن الصلاة لها لذة، لها راحة نفسية. إذن هذا الشهر له خصوصية من خلال الإسراء والمعراج. عندما النبي أخذه ربه في رحلة كونية، رحلة على الأرض أولا ثم رحلة في الكون إلى السماء السابعة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، و رأى عذاب يا لطيف، يعني شاربي الخمر والزنات والعصاة ومن يمارس النميمة ومن رأى. لذلك هذا الشهر نتذكر فيه أحداث يوم القيامة، أحداث الساعة، أهوال الساعة، لأن هذا يدعونا لعدم ظلم النفس. عندما نتذكر مشاهد القيامة وأهوال يوم القيامة ومشاهد عذاب النار والعياذ بالله، نبطئ. إذا كنت تريد أن تأكل حق أحد تتوقف، إذا كان أحدنا يمارس الفاحشة والعياذ بالله أو الأفلام الإباحية أو النظر إلى ما حرم الله، يراجع نفسه في هذا الشهر ويعود إلى الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الآية تأمرك أن تتوقف عن كل أنواع الشر وتبدأ بكل أنواع الخير. باختصار، العمل السابع والأخير أخي الحبيب، أنت إذن تصالحت مع الناس وقمت بأعمال البر وتوقفت عن أكل الربا إلى آخره، بقي أن تصلح علاقتك مع الله. نحن بحاجة أن نصلح علاقتنا مع الله كل يوم، ولكن هذا الشهر هو مناسبة كريمة لكي أتجنب الظلم. وبما أنه من الأشهر الحرم فأتذكر أن الله يراني، الله معي، الله قريب مني، الله يسمعني، الله يحب لي الخير، يريد أن يستجيب دعائي، يحب أن يسمعني وأنا أدعوه وألجأ إليه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه مناسبة أن تبدأ بالتقرب إلى الله. أولا تصلح علاقتك مع الله، كيف أصلح علاقتي مع الله؟ أتوقف عن الأعمال السيئة وأبدأ بأعمال البر، أحسن لمن هو قريب مني وللغريب طبعا، ولكن أبدأ بالأقرب، أحسن لأهل بيتي لجيراني. المؤمن أخي الحبيب مثل يعني شمعة تشع النور، تشع الخير، نور. المؤمن عبارة عن نور، وهذا النور تجده يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ما هو النور الذي ينعكس عليك ويشاع على الآخرين؟ هو أعمال البر، الصبر، التسامح، العفو، الكرم، التصدق، الصدقة. لأن الميت عندما يأتيه الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، قدم الصدقة على العمل الصالح لما يرى من ثواب هذه الصدقة وما يرى من تقصيره في حق الله عندما منع الصدقة ومنع الإنفاق. لذلك شهر مناسبة أن تكثر من الصدقة ومن الإنفاق، لأن الله يحب هذا العمل. وأخيرا أخي الحبيب، كل يوم ينبغي أن نتوب إلى الله،
كل يوم ينبغي أن نصلح علاقتنا مع الله، كل يوم ينبغي أن نقوم بأعمال البر. ولكن بما أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم، فهذا مناسبة أن تبدأ خطة جديدة، مشروع، برنامج عمل. قل أنا سأصلح علاقتي مع الناس ومع الله، وسأبدأ خطوة جديدة بانتظار أن يأتي شهر رمضان إن شاء الله، حيث المغفرة والرحمة والعتق من النار، فتعود كيوم ولدتك أمك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن نكون من الذين قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.